سينا كاسره كنعاودو نسوق الاربعه كنعيدو مع الوالدين ديالنا ودابا سينا كاسره مع هاد العواشر هادي كنمشيو كن ما قطعناش على بكري مي هاد الورقه ما خصهاش يوصل حتى انا الثمن هذا دابا حنا كنا كنمشيو 52 درهم تنسوق الاربعه ودابا هاد الورقه هادي عامله لها دابا 110 درهم بزاف فهمتي وعاد هادشي هذا ماشي معقول فهمتي كيفاش هادشي اللي كان بغينا هادشي هذا ما يبقاش فهمتي كيفاش لا لا والله عاد له السلام ودابا نصبروا الترونسبور والسلام فهمتي كيفاش حتى الترونسبور عاو فهمتي يحكم عليك الثمن اللي بغا عاو 120 130 هادشي اللي كاين وكنطلبوا من هادشي هذا ما يبقاش ويتعدل هذا الوضع هذا لقيتونا دابا في المحطة الحمد لله الأثمنة هي هذه كما العادة وماشي نعيدوا مع الوالدين راكم عارفين العيد هو مع العائلة ومجموعين وواش لكم مبروكة والله يوصل كل شيء على خير ما شاء القرية بو محمد إن شاء الله يا ربي مهم هي داك شي سبعة ساعات لقينا دابا حنا كنتسناو الكار يجي باش نمشيو عواشركم مبروكه كاملين بكم والناس اللي بعادين الله يوصلكم على خير لقيتو شي اكسيدات في المحطه لا الحمد لله قطعنا وريقات ديالنا اثمنه يعني عادي ما كاين لا زياده لا والو نتمنى نوصلوا على خير وصافي مع ماما وبابا ان شاء الله يا ربي العيد هو مع العائله صراحه الله يعني العيد بوحدنا راه ما غاديش يحلى لينا معكم عصام من مدينة مكناس الأمور كتدوز على أحسن ما يرام البي ديالنا عندنا كلشي موجود دابا كنتسناو الكار إن شاء الله يدخل قريب يدخل ونشبروا الطريق إن شاء الله نمشي نشوفوا والدينا ونعيدوا إن شاء الله مع والدينا والأحباب ديالنا بالصحة والسلامة ولجميع المواطنين إن شاء الله بحول الله لا لا بالعكس بالعكس العام اللي فات كانت زيادة هذا العام الأمور شويش زيادة إلا زادوا كيزيدوا واحد شوية حشموا يزيدوا هذا العام هذا العام حشموا شويه زادوا بلا ما نعيقوا كاينه الزياده ولكن ما عايقينش حنا المهم راه كلشي كاين تما ضروري ومع ما سعيد الوالدين هما الاولى ضروري خصك تمشي تشوف الوالدين الا ما كان العيد بلا والدين ما كاينش من غير مسكين اللي على برا ولا ما عندوش كيفاش يدير يجي هذاك نقولوا عنده عذر ما حنا راه الوالدين نمشيو عندهم واخا يكون اللي كان واخا يزيدوا واخا ينقصوا واخا اللي كان السلام عليكم حنايا ان شاء الله اليوم في المحطه ومبروك عواشركم غادي ان شاء الله لفاس ما لقيناش الزحام قطعنا التيكي ديالنا ما زايدينش في الاثمنه يعني بنفس الثمن اللي مولفين كنقطعوا به المهم الاجواء ديال العيد هما هادو حنا غادي دابا ان شاء الله انا والوالده ديالي لدارنا جينا خدينا التيكي ديالنا ما كاينش زياده ما كاين حتى مشكل بالنسبه للكار حنا كنسينوه عندنا توقيت الربع ان شاء الله احنا كنساينو الكار ما لقينا حتى شي مشكل الثمن هو هذاك كيما الفن نقطعو راه قطعنا ولكن بالنسبه للكار راه مازال ما جاش ربما كيدير شويه روطار ولا شي حاجه بحال هكا كاين الناس اللي دار لهم الروطار احنا مازال دابا 3:30 عندنا الربعة ان شاء الله الرحمن الرحيم ما كنخدموا هنايا وفي الاعياد كنمشيو بالنسبه للاعياد السابقه كان بعض المشاكل الاثمنه وبعض الزيادات اما هذا العام البي خدينا بثمن فاس 100 درهم يعني هو داك الثمن باش قطعنا المشكل اللي كاين انا قلت لك ربما كاين شويه الروطار مثلا الربعة تقدر تكب حتى الخمسه الخمسه الله رب الاجواء زوينه تبارك الله اجواء مع العائله والحباب وفي الحومه وداك الشيء كيدوز زوين زوين راك عارف الانسان كيمشي على حسب الاجواء ومرة يمكن لك تعيد في اي بلاصه ولكن الاجواء العائليه وفي المدينه كتكون اجواء مزيونه الانسان كيعيد مع العائله كيخرج في العشيه كيتلاقى الاصدقاء كيدير معاهم قهوه داك كما كنقولوا حنا داك الجلسات العائليه هذا هو العيد قطعنا التيكي قبل ما تدخل 10 ايام ولكن تفاجئنا دابا الكار ما جاش ما كيجاوبوش الكار عامل في التيكي يخرج مع جوج قسمين ولكن دابا هي علينا الاربعه وباقي ما كيجاوبش ما عرفناش واش عمل شي اون بوان ولا دابا الناس هي كتسنى في الكيشي تما ما كيجاوبوهمش كيقولوا غادي يدبروا شي كار اخر حتى السبعه والسبعه بزاف باش وصل حتى السبعه يعني راه وست ساعات د الطريق صعيب الحال شويه هذا هو المشكل اللي كيوقع دابا في الايام د العواشر هذا هو المشكل اللي كيوقع بزاف الروطر الروطر بزاف